بالظبط مين اللي كسب مين اللي خسر ومن هم الرابحون والخاسرون. 60% او 62% طبعا دي اعلى نسبه في على نسبه منذ الفراعنه الحقيقه تنزل تصوت، وده شيء نفخر به. في انتخابات 2005 بلغت نسبه التصويت 27.5%، والنسبه دي كانت بنقول مرتفعه مقارنه بغيرها من الانتخابات، نظرا لان الانتخابات كانت خاضعه طبعا لاشراف قضائي كامل. اما نسبه التصويت في 2010 فبلغت وفقا للارقام المعلنه حوالي 26%. نشوف بقى نتائج القوائم. وعلى فكره نتائج القوائم لم تعلن رسميا، لكن المتاح لدينا كمؤشرات كما يلي: حزب الحريه والعداله حصل على 40%، حزب النور السلفي حصل على 20%، الكتله المصريه حصلت على 15%، الوسط حصل على 6%، الوفد حصل على 5%، العدل زي ما انتم شايفين كده العدل حصل على 1%. هذه الأرقام طبعا ليست نهائية وإنما تقريبية، وستظهر أن الأرقام النهائية في نهاية الانتخابات، لكن هذه الأرقام تقريبية مع الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات. نشوف بقى نتائج الفردي. دوائر الفردي عددها 28 دائرة لانتخاب 56 عضو. الحقيقة أن النتيجة جاءت كما هو متوقع على مقاعد الفردي، حيث أن الحسم كان في عدد محدود جدا من الدوائر، وصل إلى 4 مقاعد فقط حسمها الدكتور عمرو حمزاوي في مصر الجديدة، أكرم الشاعر في بورسعيد، مصطفى بكري في حلوان وهو ضيفنا، رمضان عمر سليم في نفس الدائرة. أما المعركة فلا تزال مستمرة في الإعادة في كل الدوائر تقريبا باستثناء دائرة المعادي وحلوان التي أغلقت تماما، إلا أن المنافسة أخرجت الأعداد الكبيرة من المرشحين لتنحصر المنافسة. يعني دلوقتي منافسة مش بين 4 و5، منافسة بتنحصر في الأغلب في أغلب الدوائر بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، مع استثناءات بسيطة للمستقلين وأعضاء الوطني السبق. وبذلك تم الحسم في حوالي 7.14% فقط من المقاعد، والإعادة في 92.56% من المقاعد. لم يتم الإعلان طبعا عن نتائج دائرة أول السلام، وهي دائرة مهمة وعليها مشاكل، وهنقول لكم بعد الفاصل إيه المشاكل اللي على هذه الدائرة، وبالتالي الإعادة في 26 دائرة بين 100 مرشح. وفقا بقى للانتماءات الحزبية بين المرشحين في الإعادة هتكون الصورة كالتالي: الحرية والعدالة لديها 44 مرشح بنسبة 44%، النور 26 مرشح بنسبة 26%، الكتلة المصرية عفوا الكتلة والمصريين الأحرار يعني أو الكتلة بنسبة 6 مرشحين بنسبة 6%، العدل مرشح واحد بنسبة 1% وهو الدكتور مصطفى النجر. أحزاب الوطني السابق لديها 11 مرشح بنسبة 11%، التجمع لديه مرشح واحد بنسبة 1%، أما المستقلين فهم 11 مرشح أيضا بنسبة 11%. وهذا يؤكد أن المنافسة الحقيقية هتكون بين مرشحي الحرية والعدالة والنور السلفي في غالبية الدوائر خاصة في المحافظات، ودي منافسة إسلامية هنشوف فيها تقطيع بقى في هذه المنافسة. والصورة كما يلي، هنشوف بقى نشوف المحافظات كيف هي المنافسة في المحافظات. محافظة القاهرة الدائرة الأولى قسم شرطة الساحل، ودي برضو دائرة كان عليها مشاكل كبيرة. هنشوف الإعادة بين جون طلعت مفيد أبادير مرشح حزب المصريين الأحرار، وفهمي عبده مصطفى حسين مرشح الحرية والعدالة. على مقعد العمال الإعادة بين كمال حسن مهدي مرشح الحرية والعدالة وأسامة محمد مغزي مرشح المصريين الأحرار. الدائرة الثانية قسم شرطة الزيتون فئات عمرو محمد زكي، وهو طبعا قطب من أقطاب الحرية والعدالة مرشح الحرية والعدالة، حينافس محمد عبد الغني عبد المطلب مستقل. العمال شعبان حسام محمد عمر الكتلة المصرية بينافس ياسر إبراهيم عبد الله الحرية والعدالة. الدائرة الثالثة قسم شرطة أول مدينة نصر الفئات بيتنافس فيها الدكتور مصطفى النجار مرشح حزب العدل طبعا ومرشح الوحيد لحزب العدل ضد محمد يسر إبراهيم وهو سلفي مرشح مستقل لكن مدعوم من الحرية والعدالة. العمال عمر فاروق عودة مرشح مستقل بينافس عصام مختار مرشح الحرية والعدالة.
الدائره الرابعه، دائره مصر الجديده، مقعد الفئات حسمه دكتور عمرو حمزاوي، واحد من اعلى الاصوات، حصل على واحده من اعلى الاصوات الحقيقه في اعلى الاصوات في الانتخابات، استاذ العلوم السياسيه طبعا في جامعه القاهره، ومؤسس حزب مصر الحريه، على مقعد العمال اعاده ما بين هشام سليمان عضو الوطني السابق وخالد حسن عبد الوارث الحريه والعداله. الدائره الخامسه قسم السلام اول، لم يتم اعلانها زي ما قلت لكم حتى الان، وهنحاول نعرف ايه اخبار الدائره الخامسه. الدائرة السادسة قصر النيل، فئات محمد حامد أو محمد أبو حامد من الكتلة المصرية، وينافسه عمرو كمال فتح الله خضر عضو الغرفة التجارية، ويعني طبعا المعروف في صناعة الورق ومرشح الحرية والعدالة. يبقى إذن المصريين أحرار ضد حرية وعدالة بعد خروج الزميلة جميلة إسماعيل من المنافسة. العمال مصطفى فرغلي أحمد مرشح الحرية والعدالة بينافس محسن محمد فوزي مرشح المستقل. دائرة القاهرة السابعة قسم شرطة الجمالية، الإعادة فئات خالد محمد أحمد مرشح الحرية والعدالة أمام محمد أحمد جابر حسن مرشح حزب النور. على دائرة العمال نصر الدين إبراهيم عثمان حسن مرشح الحرية والعدالة أمام محمد حيدر بغدادي فريد، طبعا أنتوا عارفين حيدر بغدادي النائب الوطني السابق. دائرة القاهرة الثامنة شرطة الخليفة فئات محمد أحمد عبد المنعم العقاد كتلة المصرية بينافس خالد حنفي فهيم حسن مرشح الحرية والعدالة. على مقعد العمال يسري محمد بيومي مرشح الحرية والعدالة أمام محمد عفيفي محمود قاسم مستقل. دائرة القاهرة التاسعة المعادي يعني فاز فيها مصطفى بكري معادي وحلوان وفئات مستقل، ورمضان عمر أحمد سالم مرشح الحرية والعدالة عمال، يعني دي دائرة مقفولة تماما بعد فوز الفئات والعمال. نيجي بقى دي كانت القاهرة، نيجي بقى لمحافظة الإسكندرية، ودي محافظة كان فيها منافسة يا جماعة إسلامية وتبقى المنافسة إسلامية بين الحرية والعدالة والنور السلفي. الدائرة الأولى مقرها شرطة أول المنتزة أعتقد الفئات القطب السلفي عبد المنعم الشحات ضد عبد المنعم من حزب النور طبعا ضد حسني محمد طه عبد الكريم دودار الحرية والعدالة، دي منافسة، دي دايرة سخنة جدا. العمال صبري سعيد موسى محمد من حزب النور ضد مصطفى محمد مصطفى أحمد مرشح الحرية والعدالة. دائرة اسكندرية الثانية الرمل الفئات الإعادة بين المستشار الخضيري نائب رئيس محكمة النقض طبعا والقانوني المعروف ضد طارق طلعت مصطفى العضو السابق في الحزب الوطني وشقيق هشام طلعت مصطفى طبعا ويعني نائب معروف في الشعب قبل ذلك. العمال على مقعد العمال محمدي السيد أحمد أبو الحمد الحرية والعدالة ضد مصطفى إبراهيم عبد اللطيف المفتي من حزب النور. الدائرة الثالثة قسم شرطة محرم بيه صابر أبو الفتوح بدوي السيد عمال مرشح الحرية والعدالة ضد محمود عطية مبروك إبراهيم فئات مرشح الحرية والعدالة. والنائب كمال أحمد هو نائب معروف نائب مشاغب كان جدا تحت البرلمان عمال وهو نائب ضد موسى السنوسي خالد موسى فلاح مرشح حزب النور. دائرة اسكندرية الرابعة مينا البصل، معلش يا جماعة بنحب بس نقول لكم كل الأسامي عشان ما نبقاش تركنا دائرة. عصام محمد حسنين محمد مرشح حزب النور عضو مجلس شورى الدعوة السلفية ضد حمدي حسن إبراهيم الحرية والعدالة والمتحدث الرسمي لكتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب 2005 واللي فاز بالمقعد لدورتين متتاليتين. على مقعد العمال محمود محمد محمود حسن الحرية والعدالة ضد عاصم محمود محمد رجب وهو من التيار السلفي. دي كانت اكيد دي كانت محافظة اسكندرية ودي محافظة كبيرة وفيها دوائر كتيرة، المنافسة فيها كانت منافسة وستبقى منافسة بين النور وبين الحرية والعدالة، منافسة إسلامية ما فيهاش غير وطني واحد اللي هو طارق طلعت مصطفى.
نشوف بقى نذهب جنوبا الى محافظه اسيوط. دايره اسيوط الاولى فردي فئات سمير عثمان ابراهيم خشبه مرشح الحريه والعداله، وهو القيادي الاخواني وخطيب الثوره في اسيوط وابن عائله خشبه، ضد محمود ابو ليفه مرشح الكتله المصريه. العمال بيومي اسماعيل محمد عبد الجابر حزب النور، ضد محمد الدسوقي نائب وطني سابق لمده دورتين وهو ابن شيخ البرلمانيين، ووالده كان نائب الدائره لمده 25 سنه ويتمتع بشعبيه اخرى كبيره. الدايره الثانيه قسم شرطه ديروت على مقعد الفئات محمد سلامه باكر عبد الواحد الحريه والعداله، ضد صلاح محمد شحاته من حزب النور. على مقعد العمال محمد مضر موسى محمد من الحريه والعداله، ضد محمد عبد المنعم زين قرشي وطني سابق. دايره اسيوط الثالثه مركز ابنوب عبد العزيز خلف فئات، ضد محمد علي عضو عبد العزيز من الفئات، محمد علي عضو مجلس الشعب السابق عن جماعه الاخوان والمرشح عن حزب الحريه والعداله. عبد الله صادق عمال نصحي احمد حزب الحريه لا عبد الله صادق ضد نصحي احمد، مش كده؟ طيب جمال عبد الناصر وعبد الحميد عبد ربه عمال اعضاء مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرته سنه 2000 وهو قاضي كان في 2010 ايضا، معروف بان هو يعني كان في 2000 ومعروف ايضا ان هو بيشغل منصب القضاء العرفي ومعروف الحقيقه في دائرته. مين عندنا تاني؟ عندنا دي الدائره الرابعه. طيب احمد حسن احمد فلاح من حزب النور، ده برضو في هذه الدائرة. نيجي بقى الدائرة الرابعة قسم شرطة أبو تيج الفئات حسن علي عبد العال عامر من الحرية والعدالة، ضد أمير لمعي القمص أو القص القمص شنودة مستقل. على مقعد العمال عبد العزيز محمد إبراهيم منصور من الحرية والعدالة، ضد عامر عبد الرحيم محمود علي من الجماعة الإسلامية. في البحر الأحمر وهي دائرة واحدة، دائرة البحر الأحمر فئات محمد محمود يوسف أحمد وشهرته محمد أطامش من الحرية والعدالة، ضد سمير حارس عجيبي معوض المرشح القبطي وهو عضو مجلس شعبي سابق. يبقى هنا عندي قبطي ضد حرية وعدالة في البحر الأحمر. على مقعد العمال عبد الباسط سيد محمد مبارك من المواطن المصري وهو طبعا وطني سابق، ضد سمير تقاوي الليني جوهر مستقل. نروح بقى إلى بورسعيد، دايرة بورسعيد فردي ينافس فيها ينافس فيها خلاص عندنا منافسة ما بين عدد من المرشحين في الإعادة. مقعد الفئات فاز فيه دكتور أكرم الشاعر القيادي الإخواني والنائب السابق بالبرلمان وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. ومقعد العمال في إعادة ببين البدري فرغلي القيادي بحزب التجمع والقيادي العمالي معروف ورئيس اتحاد المعاشات على مستوى الجمهورية ونائب الشعب عن سنة 90 من 90 ل 2005 بينافس علي عبد الله حسن فودة حزب النور. نروح بقى لمحافظة كفر الشيخ، الدايرة الأولى فئات محمد شاكر إبراهيم موسى سنار من الحرية والعدالة بينافس محمد إبراهيم عبد الصمد منصور من حزب النور. وعلى دايرة العمال محمد عبد المجيد أبو شعيشع من حزب النور بينافس طه عبد الفتاح عبد الله سعد منصور حزب الحرية والعدالة. دايرة كفر الشيخ الثانية الفئات بيتنافس فيها في الإعادة سامح إبراهيم أحمد محمد خليل من حزب النور ضد محمد إبراهيم درويش عامر حزب الحرية والعدالة. والعمل حسن السيد عميرة حزب النور بينافس أشرف محمد السعيد حسن يوسف جبلة من حزب الحرية والعدالة. دائرة كفر الشيخ الثالثة محمد علي عبد اللطيف الحليسي من الحرية والعدالة بينافس يوسف البدري عبد الفتاح يوسف ممثل حزب المصري القومي وهو وطني سابق. وعلى دايرة العمال أو على مقعد العمال علي أحمد إدريس من الحرية والعدالة بينافس محمد عبد العليم أحمد خليفة داود، محمد عبد العليم داود طبعا نائب السابق في حزب الوفد الذي خاض انتخابات عديدة وخاض 2010 مستقلا بعد فصله من الوفد. محافظة إيه بعد كده؟ محافظة دمياط، الدايرة الأولى في دمياط علي الداي حزب الحرية والعدالة بينافس ناجي محمد شتا من حزب النور.
العمال، مقعد العمال محمد عبد الوهاب حسن الطويل مرشح النور ضد محمد السيد أبو موسى للحرية والعدالة. والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر سعد، الفئات وليد أحمد السيد سماحة حزب النور، بينافس محمد الفلاحجي حزب الحرية والعدالة. على مقعد العمال وائل محمد الشربيني من حزب النور بينافس عمران محمد السيد مجاهد مستقل. نروح بقى لمحافظة الفيوم، الدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الفيوم على مقعد الفئات عادل إسماعيل عبد الحميد موسى الحرية والعدالة، بينافس هاني صالح عبد الغني على حزب النور، والعمال حمدي طه عبد الرحيم العيسى الحرية والعدالة، بينافس صلاح سليمان أبو بكر مقعد حزب النور. وزي ما انتم شايفين حرية وعدالة ونور، حرية وعدالة ونور. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم، الفئات مقعد الفئات محمد رمضان حسن رمضان حزب النور، بينافس أسامة يحيى عبد الوهاب يحيى من الحرية والعدالة. على مقعد العمال عبد المنعم محمد عبد العليم جمعة حزب النور، بينافس سيد عبد الكريم جبر نصر الحرية والعدالة. الدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة سنورس، الفئات بيتنافس محمد إبراهيم عبد العزيز محمد حزب النور، وجمال حسن أحمد عبد اللطيف الحرية والعدالة. العمل فوزي علي عبد العزيز الحرية والعدالة بيتنافس مع عمر عبد السلام سعيد عبد المنعم من حزب النور. محافظة الأقصر الفئات عبد الموجود راجح درديري محمد من الحرية والعدالة، بينافس حاتم مختار عبد الصبور معوض مرشح حزب النور. الحرية والعدالة والنور في الأقصر. العمال مقعد العمال رضوان فتح الله حسين محمد عضو مجلس الشعب الأسبق عن الوطني، أمام خالد عبد المنعم فراج عبد الرحيم عضو مجلس الشعب الأسبق الوطني. يبقى هنا دي وطني لا ده الوطني ومرشح، يعني هو كان وطني مرشح الحرية والعدالة، لا مرشح حزب الحرية عفوا، مرشح حزب الحرية وعائلة آل مجاهد. يبقى هنا أنا عندي ده وطني أول مرة نشوف وطني. دي كانت المحافظات اللي عندنا، ودي كل الإعدادات في المحافظات.